الخبر الاول اللي عادنا عن قمر مار ومحمد مار والمشكله اللي صارت بيناتهم بسبب انه قمر مار شالت الفولو عن محمد مار يا حبايب حسابه بالانستغرام من حسابها الثاني اللي هو الزوزي. هذا خلى الاتهامات انه محمد مار هو ورا تهكير حساب قمر بالانستغرام، اللي هو المتابعين صاروا يتهجمون على محمد مار انه هو ماخذ الحساب مالتها. ما ادري صراحه، ولكن توقيت اللي خلى ان هي شالت الفولو من عنده نوعا ما شويه غريب. ما ادري صراحه من بالكومنتات شنو توقعاتكم هذا الموضوع. طبعا قمر مار يا حبايب الى الان مختفي عن السوشيال ميديا، ما قاعد تنزل اي شيء. هذا اللي خلى شويه متابعين انهم مقلقين عن هذا الموضوع وقلقين عليها، ولكن ان شاء الله ما بيها الا الخير. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات شنو توقعون صار وياها. روح حاليا ليارا مار، واللي ذكر يا حبايب انه قمر صارت تحط لايكات لواحد من التصاميم اللي كانت موجوده بيه يارا مار، ومتاكد انه ماكو مشكله بينها وبين يارا. اليوم يارا يا حبايب حطت تصميم لواحد من فانزات اسمه قمر يارا، واللي هو فانز قمر وليارا بنفس الوقت. مثل ما شايفين يا حبايب هو فانز القمر ويارا، عم يتاكدون انه ماكو مشكله بينهم وهم متصالحين. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. انتقل حاليا لياسو تنزل هذا المقطع على التيك توك اللي كان قاعده تغني بيه. الصراحه صوته كلش حلو وواضح انها موهبه. همين فاللي سمع يا حبايب يقول لنا انه سمع طبعا امبارح همين قمر. اكتبوا بالكومنتات صوت ياسو او قمر احلى، راح احط لكم اياه اسمعوه. غنوا معنا اغنيه فتيات الروابي. نحن اللون الوردي وانتم اللون الازرق. ست قالت البنات بيلبسوا فساتين، امي قالت لي البنات ما يلعبوش بالطين، وخالتي قالتي تبدل خمار، قالت لي غني براحتك بس هتروح النار، بس انا ابويا ما قاليش، فانا هعمل الصح واشرب عصير عصير عصير. روح حاليا لبيسان تهجم المتابعين عليها، فنزلت هذا المقطع على حسابها بالتيك توك اللي كان قاعده ترقص بيه مثل ما شايفين يا حبايب، ومطلعه شويه من بطنها. هذا اللي خلى المتابعين يتهجمون عليها، يقولون ما حق وسام يتركك ولازم تطولين بلوزه ومن هذا الكلام. من واضح ان هي خافت يا حبايب وهي وقفت التعليقات على المقطع. فكتبوا يا حبايب بالكومنتات هل تستحق التهجم اللي تعرضت له او لا. بالاضافه يا حبايب نزل شويه ستوريات قاعده تعلم من خلال انه هي ومريان راح يصورون ويا بعض واشياء كلش ناريه بالفتره الجايه. وبنفس الوقت نزل شويه ستوريات، وهذه الستوريات يا حبايب صارت تقول بيها بالنسبه لاشخاص قاعد يسالوها شنو سبب هذا الشيء فوق حلقها، اللي قاعد يقولوا انه بسبب وسام هو ضاربها، ولكن هي قاعد تسبب حقيقة ورا هذا الشيء انه يا عاده حساسيه. راح احط لكم الستوري شوفوه. اوكي كان بدي اقول لكم انه هذا الاسبوع حتشوفوا فيديوهات كثير حلوه عندي وعند مريانا. ميمي رجعت لفلتري. بس ليش متحسسون ان كلكم انكم متابعين جداد عندي؟ يعني ليش؟ اللي بيعرفني من قبل بيعرف انه تمي هيك بصير انه وقت اتحسس يعني، ومن زمان دائما هيك انا يصير فيني. انتم ما بتعرفون امي نوي يعني، معليش كل الرسائل شبو تمك. ليش هيك تمك؟ في حدا بعت لي كمان انه قال لا بليز يعني بيسان لا تصوري ستوري اذا انت تمك هيك حيضله، بس تيب تمك صوري. روح حاليا نور ستار تنزل لها هذا الستوري، كانت كاتبه بيه انه السوشيال ميديا مش جاهزه للمفاجاه اللي قاعد مسوتها هي. بعد نزلت هذا الستوري يا حبايب كاتبه شو هي المفاجاه اللي مسويتها، قالت انه شيء غريب وقوي مختلف وعاطفي. صراحه بالواضح انه شيء كلش نار. عكوا اكتبوا بالكومنتات شو توقعوا المفاجاه اللي راح تهز السوشيال ميديا. وبالختام نختم ابو فلي يا حبايب تنزل شويه ستوريات صراحه كلش تضحك. المتابعين قاعد يكتبوا لنا انه احنا حلمنا انه احنا تزوجناك، واحنا حلمنا قاعد تشتري لنا ايفون. صراحه ستوريتك شو راح احط لكم اياها شوفوها. مع الحمد لله ابو فلي عنده خبره بسيطه في قراءه الاحلام، عندي حالتين سابقتين، واحد دخل السجن الثاني مات. فاستنادا على رسالتك هذه فانا اتوقع ان انت في احد من اهلك راح يعطيك ايفون باذن الله. اي استفسار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه حالة ثالثة، إن شاء الله ربي يوفقني ونقول الصواب بإذن الله. تعني بإذن الله الواحد الأحد إن راح يتزوجك رجل ابن حلال يخاف الله سبحانه وتعالى وسيم، شخصيته جميلة، يمتلك من المال يسعدك ويصونك. إذا ما لقيتي أنا موجود. الله لا يوفقك أنت وحلمك. علمت إن راح نوصل 21 مليون مشترك قبل نهاية السنة. للأسف هذا ما راح يصير في الحلم، هذا راح يصير في الواقع. Let's go baby. بس طول احبابنا صارت المقطع، اتمنى المقطع عجبكم. لسه انفجروا هذا المقطع باللايكات، وبس كان فايز يا مقطع من القصص. مع السلامه.